Ferraz volta. Depois de وإلك عين؟ يعني ممكن تقولوا لو إلك عين، لأنه سؤالي عبر صفحة الفيسبوك خاصه باللي شفتوه هلأ هالكليب. إذا شفتوا سيدة عم تعمل ميك اب بالسيارة هي وعم بتسوق وأنتوا وراها وزمامير وعاملة عجقة، شو بتعملوا أو شو بتقولوا لها؟ تواصلوا معي. هلأ نحن وياكم قبل ما نروح عند هادية بتحية للراحل باسيل سودا، خلينا نشوف بصلاة السينما اللبنانية شو في أفلام مع غيدة. The Palace of Versailles shall be the heart of our kingdom, with gardens of exquisite. ضمن أفلام هالأسبوع الفيلم الرومانسي ليتل كيوس عن مهندسة زراعية بتم تكريمها بإرسالها لهندسة حدائق قصر فرساي بعهد الملك لويس الرابع عشر مع كيت وينسلت والبطولة والإخراج لإلين ريكمان. Our best hope. This is Mr. King's car. Man owns the building. At least we can get it. فيلم الكوميدي Get Hard عن مليونير بتم إدانته بالتزوير بيضطر يستعين بشخص ليحضره للحياة وراء القضبان مع ويل فارل وكيفن هارت. Actually, I feel fine. Oh! What? Give them go hard! There are a lot of theories about how to open these gates between our world and the underworld. ولمحبي أفلام الرعب فيلم ديمونيك عن ضابط بوليس وطبيب نفساني عم بيحققوا بمقتل 5 أشخاص خلال محاولتهم لاستحضار أشباح مع ماريا بيلو وفرانك غريلو. Thank you, غيدة. على الموضة مع هادية. صباح الخير هادية. بعرف صباح الخير جوزيف، صباح الخير لكل مشاهدينا. سرقت كثير. ما في. اوكي، أول شيء امبارح أكيد مثل كل المشاهدين عرفوا الخبر، يمكن اللي ما عرفوا في خسارة مصمم لبناني عالمي وهو باسيل سودا. باسيل سودا يمكن من الأشخاص يلي ابتدينا مسيرتنا سوا بعالم الموضة. تعرفت عليه أول شيء كان مع إلي صعب وقتها، كنا لما كنا نسافر على روما كنا على طول نكون سوا، وبتعرفوا بعدين قرر يفتح دار أزيقه بسنة الـ2000. وهو أصلا بالبداية المصمم باسيل سودا كان دارس الهندسة، من بعدها لاحظ انه هو بحب تصميم الازياء، انتقل لتصميم الازياء. من هيك بنلاحظ على ستيل ازيائه هيك كثير الخطوط الهندسيه ملاحظها كثير بالازياء تبعيته. فينا نعتبر انه لبنان خسر مصمم ازياء كثير مهم وعلى عمر كثير صغير اذا فينا نعتبر. بدي عزي كل عائلته وكل المحبين تبعونه للمصمم باسيل سودا، واكيد ان شاء الله اسمه رح يكون على طول عم يلمع والشغل تبعه مثل بينعاد مثل مدرسه من لبنان وللعالم. باسيل وصل للعالميه من خلال نجوم، لبس عدد كثير كبير من النجوم، وستيله كان ستيله مختلف مميز بالستيل والشغل تبعه. ومؤخرا على فكره صحيح مع المرض يلي صار له مده سنتين بتحسوا قد ما كان يحب، من الاشخاص يلي بحب شغله كثير كثير، يعني حياته هو شغله، هو ومرته دونيز يعني بوجه لها سلام قول الله يكون معها عن جد، يعني حياته شغله، بحب الشغل لهيدا. وحتى هلا مؤخرا عمله ديفيلي واخذ كثير سكسي كثير كبير بسنغافور، اخذ سكسي كثير كبير، بس لكن هالمرض ما قدر يتفوق عليه وتعذب كثير. في هلا ما كان كثير الناس بيعرفوا، بس عن جد انه تعذب، بس لكن حبه للحياه وحبه لشغله الواحد ما يحس. جوزيف هلا بدي فرجي لمشاهدينا بس اخر انترفيو لنا بعالم الصباح، اكيد استضفته بكل موسم بكل مجموعه، بل لما قدم مجموعاته ببيروت، لما انطلق على باريس بين البريتا بورتي والكوتور كنا على طول نكون معه، وصولا لاخر مقابله عملناها هون كمان اجى عندي على الاستوديو بعالم الصباح، وهذا كان عم بخبرني على اطلاق مجموعته
للأعراس مجموعة كانت كتير مميزة، وصار حدث عنده بالأتوليه منها ليعرف كمان محبينه على الأتوليه تبعه. وننتقل نشوف بعد الأطلاق. أنا بدي أقول كمان صار الفرصة أنه صدفته معي بالليل سهر عنا خلال شهر رمضان لباسيل، ونحن من الأصدقاء طبعا، وأنا وجه له تحية رحمي لنفسه. سؤال صغير قبل ما نشوف لك هادية، بنشوف بدور الأزياء العالمية انه بس يرحل مصمم حدا بيستلم، بلبنان ما بنشهدها ابدا، لانه بعد ما صارت هالشيء، بعد ما صار هالشيء توفى مصمم ازياء على عمر صغير. نعم. هلا بس مثلا بالنسبه للمصمم باسيل سوزا، اذا بتشوف الخطوط والهيستوري تبع شغله بتحس انه مثل في صارت براند، بطل المار مش انه اوكي هلا باسمه عم بيشتغل، بس من صار مثل مدرسه. اذا بتشوف تطلع على الشغل والاركايف تبعه بتحس مدرسه. ما بنعرف على حسب كل شركه عندها الاستراتيجيه تبعها وكيف مؤسسينها. ايام تكون بيكون دار الازياء بس مؤسس على المصمم الازياء، بس في ايام هلا هالايام بتشوفها اكثر واكثر صاروا عم بيشتغلوها كبراند اكثر من ما يشتغلوها كدار ازياء. وهلا اصلا بتخيل يمكن بعده اتس تو ايرلي، بعد دفن ما صار، بكره بالايام الجايه بنشوف. بس على كل حال خلينا ننتقل ونشوف سوا المقابلة اللي اجريتها معه بفبروري 2013. من زمان نقول يي المصممين اللبنانيين عم بيوصلوا على العالمية، لكن هلأ صاروا المصممين العالميين بيعملوا حساب المصممين اللبنانيين. اليوم معنا مصمم لبناني كمان وصل للعالمية. صباح الخير باسيل. صباح الخير سيد. بعد ما صار لك فترة عم تقدم بأسبوع الموضة بباريس، قررت هالمرة هيك استثنائيا تعمل مثل تعمل اوف كالندر. شو السبب قررت بيروت هالمرة؟ أنا من الأول ما بلشت بعرض بلبنان ضليتني لـ 2005، نعرف كلنا الأسباب ليش. من بعدها ما بقى فينا نعرض هون، صارت الاجواء شوي صعبه، بس حسيت بالاخر انه طيب وبعدين، يعني انه واحد حلو يعمل شيء بالجراند فلور تبعه، يعني بالبلد تبعه، مطرح ما عايش، مطرح ما يعني كل شغله التيم تبعه، كل يعني كل الناس الزباين يعني اللي بتعيشي معهم كل يوم. فحسيت انه بحاجه اعمل شيء بلبنان هالمره وقررت اعملها، والحمد لله يعني كانت كثير حلوه. ننتقل من فترة كمان أنا بعمل بالإضافة لعالم الصباح، بعمل بنتج كمان لأونلاين ماجازين. عملت آخر من فترة مش كتير طويلة عملت انترفيو معه لهي أونلاين، خبرنا هيك عملنا مثل جولة عن دار أزياء باسيل سودا وخبرنا أكثر عن شغله. خلينا ننتقل ونشوف سوا هالمقابلة اللي موجودة على هي أونلاين، هي ماجازين أونلاين، ونشوف هيك عن أجواء ونتعرف أكثر إلى الأشخاص اللي ما بيعرفوا عنه لباسيل سودا. وعلى فكرة بعد ما شفت هلا المقابلة وهيدي المقابلة رح تحسوا الفرق. ننتقل نشوف سوا. ميزون باسيل سودا بلشت بالسنة 2000. أكيد قبل 2000 كان عندي باكراوند، أنا أكيد درست أرشتكتور، درست ستيليس موديليسم بلبنان، وسنة 2000 قررت يكون عندي الميزون دو كوتور تبعيتي، وبلشنا بالبريتا بورتي من شي 3-4 سنين. كوتور هي مثل ما بيقولوا باز، بعض لكتير اشياء، لانه كوتور اول شيء تاني كوتورية، تراث اذا بديك، ارتيزانا، كل هالقصص هول يعني فيك تلخصيهم بهيدي الكلمه. انه البريتا بورتي تيكون مفيد للميزون لازم يكون عنده بلاتفورم كتير كبير، وهذا البلاتفورم ما فيك تخلقيه من خلال بس البلاتفورم الموجود نحن اللي بنعرفه اللي هو الميديتيرانية والجولف. على طول نجرب انه يكون في عنا توش مختلفة، اذا بدك مودرن اكتر بكتير،
يعني ماني ما بعتبر حالي جاريس بيو او ليك اوينز او ان دلمستر، يعني كيف مش لهالدرجه انه افانغارديست يعني. بس بنفس الوقت يعني بس تطلع على الفستان تبعي صرت بتعرفي تميزي انه هذا باسي سودا بريتا بورتي، هذا باسي سودا كوتور. 2005 2006 بلشت اعرض بباريس. الابروش كان من السيلبرتيز للبراند، صارت فيزبل اكثر، صرنا موجودين على ريد كاربت، صرنا عم نلبس بفتره الاوسكارز الجراميز وهالقصص هول. في كذا مره طلع بيست دريس باسي سودا بالجراميز وبالاوسكارز، و يعني كيتي بيري مثلا طلعت بيست دريس. في كتير مراحل كمان تانية لبسكو يعني مثل أميلي بلانت، كيلي ميناغ، يعني كل هالناس هو اللي عندهم بروفيل أرتيست يعني إذا بدك هوليوود ستارز. من منطقة الميدل إيست هلأ ريسنتلي مثلا في مايا دياب عم تلبس من عنا. السيلبرتيز اللي بحب يلبسوا من عندي، أول اسم بيجي على بالي دامي مور مثلا، حدا تاني يمكن شارون ستون، حدا تاني مادونا. بالنسبة لي بعدني بشوفهم ايكونز، مش معناتها انه كل شيء موجود هلا لا ما بحب لبس، بس انه اذا بتساليني هيك سؤال ودغري بدي جاوبك بقول لك هول اشخاص. يعني الفرق واضح، يعني باسيل كان بصحة، كان بأول مقابلة وشفنا كيف صار بعد المرض يعني. بس بتعرف حبه للحياة ضلوا مكفى الشغل تبعه. بس ما تعرف على الأقل ما شفني بهالحالة يعني. هاي أول مرة منشوف باسيل من بعد ما سخونته. يمكن ايه، بس بتعرف انه انا يمكن لانه ضليت معه كل على طول عم شوفه هيك، هلا اول مره لما شفته هالقد ضعف انه هيك حسيت. وبتذكر لك بصراحه كان بهيدا النهار تبع هيدا الانترفيو، كان قبل بنهار عامل التريتمنت وهيك. وقت جيت انا ماني عارفينه، وقت جيت شويه مقربه يقول لي بعدي عني ما تقربي من هيك، ما عاد الانترفيو كان لوحده، ما عاد قلت له خلص خليني بس اعمل الانترفيو. طبعا مناعة كثير خفيفه، وضليت حاسه حالي انه قلتي انه قديش حلوه خليه عديه. بتعرف انه ما بتعرف كيف هيدا، ضليت هيك مهدي ايدي لان بتعرف انه بالايدين بتمرض وهيك. بس هيدا كان انفورشنتلي اخر مقابله لإله، يمكن من المقابلات القليله كان عم بيعطيها لحدا. بس هيك كان انه راوند اب على دار اسيء باسيل. لكل الاشخاص اذا بدكم تشوفوا المقابله المطوله فيهم يشوفوها على هي ماك دوت كوم، هي اونلاين ماجازين، بشوفوا المقابله المطوله وبيعرفوا اكثر عن المصمم. هلا فينا ننتقل كمان نشوف بعض اللقطات عن اخر عروض كانت كمان لباسيل، يعني فينا نعتبره كان مصمم نوعا ما هي سات ترند بالنظرة الجديدة، فينا نعتبره مصمم افانغارد، مصمم جريء بالتصاميم تبعه، بيعطي شخصية مميزة للست الواثقة من حالها مع المحافظة على الأنوثة تبعيتها. يعني فينا نقول انه ان شاء الله اسمه لباسيل سودا رح يبقى، وعمل مثل هيك مارك بعالم الموضه كلبنان، كعالم عربي، كعالميه نفس الوقت. فمثل ما هيك مثل ما شايفين هيك مثل في عنده هالكوتيل الفيمينين الكوتيل دارك سايد بنفس الوقت بالشغل تبعه يعني. وكان عنده عم ببيع بعده هلا يعني عم ببيع بكل انحاء العالم، من امريكا لاوروبا للعالم العربي، مجموعاته البريت ا بورتي بالاضافه اكيد للكوتور. وهلا مؤخرا قدم مجموعه البرايدل بسنغافور، اللي كمان مجموعه الريدي تو وير برايدل، اللي كمان مجموعه مميزه كثير. يعني فينا نقول باي باي لباسيل، والله يرحمه. وفينا نعتبر انه اليوم من امبارح كان نهار حزين بعالم الموضه. وبرجع بعزي مره ثانيه عائلته، بقول الله يكونوا معكم.
لدونيز ولجاد يعني مين خلف ما مات مثل ما بيقولوا كمان تحية لزوجته ولابنه ولابنه اللي كمان عم بيدرس تصميم أزياء اللي بحبه كتير وهيك كتير منيح يعني بلكي بيكمل عم بفكر يكمل ما هو هيك كمان بده يكمل مسيرة بيو عم بيدرس بسان مارتنز من أحدى أهم الجامعات للموضة بالعالم يعني ما بتجوز إلا الرحمة بيجوز الرحمة طبعا على نفسه لبسيل منصلي له هذا الشيء اللي بينفعه هلا والله يصبر عائلته. ثانك يو لك هاديا بريك قصير من بعدها بنعود للمتابعه خليكم معنا.